السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا في حلقه جديده من فاكتوري. وهالحلقه والله بسوي كم ان شاء الله الصراحه، اولهم ما بطول الموضوع، بسوي بحث العلم مال الجيش هذا او هذا وهذا ولا ال بلاك الكترونكس ولا البنفسجي هذا اللي هو هذا. بس الاثنين يعني ترى مش غلط، يعني ممكن هذا نسوي وممكن هذا نسوي. والله هذا فكرة حلوة، بس هذا عشان اسويه لازم شو اسوي؟ لازم انتج الجماعة الطيبة اللي هو يبون لوبريكنت. بس بعدين اظن بسوي، انا سويت كم شغلة الحين اوتوميتد برا التسجيل. لها شو سالفتهم؟ عندهم خشب زين، الخشب بسوي له ستورج، لوجيستيك ستور. وين صار هذا؟ هو اللي يسوي لي الاعمدة القديمة. الاعمدة القديمة اساس، خلهم يجون هي بيبي عقل من ايده. الحين هم متعطلين بس بت واحد، يا الله اكثر خشب اللي شالينه، يا الله اكثر. انزين بعدين بسوي العيل، بسوي بحث عن العسكري. لابد ميليتري ثاني طبعا. الميليتري خلينا نشوف البلو برنت. يباله فاس بلت عادي، فاس انسيرترز لونج انسيرترز. يباله الازرق اللي هو يمكن اكمله انا بعدين، انا ما اشوف كان داعي للازرق في التصميم الصراحة، لانه عندي اكثر من تصميم. نقدر نشوف الثاني، لحظة كيو. والله التصميم شكل احلى، واحمر واصفر وخلاص انتهى الموضوع حاليا. نحن بنسوي تريونتو، بس بنسوي، مش انه ما بنسوي، لكن لازم يكون مكان رومانسي. هذا مكان والله حلو الصراحة. روم ارفع لفوق، سهالات بعد اخذ من بينهم الجماعة اللي هني، نبني واحط عند، خلنا نسوي ريكوست حق صديقنا، نسوي له ريكوست. اوكي خمسة، هاتوا لي من هذا. بعد في نظام اللوجستي صح. ونزيد الحين هاشي بيسوي، يسوي رصاص، فيبالنا فحم توتر رو. خلنا نصير تشوف توتر رو ماله شو، اللي هو بحث العلم العسكري. بيكون في ستيل وحديد وبليت وفحم، واللي هو very simple to achieve، يعني مش صعب ابدا، مش صعب. ليش؟ لما نعرف مخرج كل واحد شو يباله. الاحمر رشاش الاحمر يباله ستيل، بليت يباله هذا، يباله الاولي. يعني اول شيء نحن شو بنسوي؟ بنسوي هذا صح، بنعطيه فقط ايرون بليت، ايرون بليت ستاندر طبعا، بدون شيء، بدون الخربطان الباقي. بندخله هني، وشو بيسوي هذا صديقنا؟ بيشل من هني البليت اللي هو هذا، بنعطيه هني فيد. زين لحظة خلنا نشل هاي المباهم. نزين خلي عقلنا في الاسطورة يمكن عقب يشلونه، وما ابغى هذه وايد طويلة. زين وشو بسوي انا؟ اخبركم، هاي البرايم يبون فحم. اول شي خلنا نسوي هذا، خلنا مدلة ستيل. يلا مدلة ستيل، ستيل نعم، انه هو الستيل، انه هو البلايت، انه هو الحقيقة، انه ستيل البليت الحقيقة. اوكي المهم، تعال يا صديقنا ستيل. كان ممكن انتج تحت بس ما به، خلي ستيل مالنا حقنا موجود. ترى يمكن نحتاج نسوي له ريسبلت على فكرة. هذا واحد، هذا ثاني شيء يبالي، يبالي ستيل. قلت لكم يبالي نسوي له ريسبلت.
ما يبولنا هاي. اوكي انا ما سويتهم هاي. لحظة، ما حطيت لهم اياه في اللوجستيكتين. شفتوا كيف يوم الواحد ظالم، يظلم نفسه في ظلم كثيرة جدا جدا. نعم انها الحقيقة. خلاص الحين استوى ان هني بروفايدر انت يوم هذا ما ينتج تحطي وين؟ هني الاولي. وانت يوم هذا ما ينتج تحطي هذا وين؟ الاولي. اساس الجماعة يوم احطي لهم شيء في الديزاين يقدرون يحصلون منه شيء. شوفوا صار يبونه مسكين. خلينا نشوف نقدر نزودهم شيء. لحظة 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 لحظة، نزودهم. كل الكوفيكيشن ما نبغى الحين. كمبيوتر روبوتكس وركر روبوتكس بي 2. ايوه هذا مطلوب جدا. خلهم يحطون هذا ونبع لاين 2. طبعا لاين 2 اللي هو صديقنا هذا نفسه نجيبه من تحت. طبعا انا استعمل سريع وجماعة يستعملون بطيء. خلنا نحاول نتقم معهم شوية. نزيل جماعة يستعملون من هني وتستعمل من هني. واسوي لكم سبلت ثانكيو وركرو سبيد 3. سووا ريسيرش، خلهم يون ريس كامل، خلهم يدعسون، خلهم يخالفون بعد ما في رادارات. بس خلاص خلهم ياخذون راحتهم. هذا شو يبى؟ هذا يبى فحم. شو السالفة؟ يبى فحم. وهذا ويت، هاي شكله راح يكون ستيل بليت هني داش. شكله بنجبر احط الفحم مع ال ويت. خلنا نقطع الخط. اذا هاي السالفة كل اللي بسويه هذا خلاص، بدل ما متعب عمري وياهم. كله في لين واحدة. يلا وبني بالستيل تحت الحين بعد شوية. بفتكم الستيل الحين، ثواني بس بعقل الستيل كله من ايدي. انت ما بسوي لك سبلت لانك رايح هناك اصلا. وانتو ما اقدر افتك منه كله. اوكي افتكيت الحمد لله، ثم التخلص من المعضلة. نزيد ونبى ستيل مرة جنبه. زين انا لماذا شليت؟ اهم شي كلمة لماذا. لماذا يا صديقي؟ لماذا؟ لماذا؟ زين انتو شو تبون؟ انتو تبون بليتي الخياص دريبكم. هاي اللي يبون بليت. يبالنا تعديل على الستركشر لان البليت هاي اللي يبون بليت وبرونز صح؟ بليت وبرونز يدخلون من هني. بعد شيء من شيء ثالث جير. الجير بيهم من هني. والله حلو الديزاين وايد عجبني. It's very nice. It is very nice. طبعا ها كان ما منه فايدة لين الحين. كلهم بيشتغلون شي مرة واحدة. اوه في طلب. اوه ملانين. اوكي. الحين شو نسوي في هذا؟ انا اخبركم.
نجيب له بليت هني نسوي سبلت. اوكي هني بنسوي سبلت. حلو بنجيب له بليت. بحاول ارتب المكان شويه كل مره فوق. خلينا نحط الخطوط جنب بعض. زين نحن بندخل الستيل وين؟ هاي اللي يبون شو يسوون؟ يحطون هني وهاي اللي يبون يشلون من هني. هذا الفاينل مالي يعني ولا شو؟ لا هذا الفاينل هني بيكون. فمعناه هذا الخط ليش ميل حوله كامل؟ شكله يباله تعديل شوي ديزاين. في وايد ديزاينات صراحة يبالها تعديل. يوم الواحد يمسكها ما تكون مصمم مثل يكون مصمم في راس اللي هو يبي يسويها كيف يسويها. بس نحن شو نحتاج؟ نحن احتياجاتنا شوي غير يمكن، فا أو طريقة تفكيرنا شنو بنطلع وندخل غير. فتفرق ويانا تفرق ويانا. نقوم شو نسوي؟ نقوم نحن نغير التصميم حسب ما نحن نشوفه زين. مكان وين يجيب كهرباء؟ اوكي هناك وصول. حلو هم بحث العلم العسكري هذا. ما في مزاح ما في مزاح. شوف الوضع ما لا يمزح معه. خلاص من الاخر تبون صدق نيست في التكتكة. انا هذا اللين احس انه في شيء غلط في موضوع اللين هذا اصلا. بغض النظر هذا كيف وصل هني؟ اذا هذا ينتج حق منو؟ ينتج ايرون بليت. يباله برونز بعد. سبب عدم انتاج الكوبر. سبب عدم انتاجه نقص الكوبر. اصلا هذا يباله من هني بلتر. نقص الخيط كامل. زين وصل اللاين الاولي والنيب. شو هذا؟ لاين جديد. النيب مع الخط نزله شوي. نعدل الاوضاع هني. زين ونشيل السيل هذا كله. اوكي شل السير كله. هذا كله اوكي. بس هذا كيف ليك لهني؟ خاطر اعرف المشكلة. بستعملها شوي اصلا نزل عندي. خلاص جيج الحين جيج الحين بيبدا عندي الانتاج. بس ليش هذا ناقص عندي؟ عندي انتاج الدنيا انا. ليش ما عندك كهرباء صديقي؟ منتج انتج اقول انتج لا يكتفنيش. سريعا سريعا يبالنا واحد هني. يبالنا واحد وين؟ في المكان هذا. شو رايكم؟ هوب الانتاج العسكري. بضغط على اليورانيوم. والله هو اللي يكون بالعكس اشوفه افضل. خلنا نشله من هني. تعديل بسيط يا صديقي. انتو ثلاثة نشلكم. اعطيكم اخ ما هذا اندر جراوند. ونجيب صديقنا من هني ونسوي له خط. شو
لازم يكون مرتب صح. مني وصديقنا لين وين فوق. طبعا لا يمكن شو اسمه مثلا وصل نفس المكان 100%، بس هاي المكان اصلا خربطان وايد، مكانه مخربط وايد. زين بس شو بسوي؟ خلنا نشيل من هني لحظة، بنيبه بالعكس، بنيبه من عند هذا بالطريقة هاي، ومن هني بنحط لكم انسيرترز حق منو؟ حق النظام هذا مثلا، هذا هني انسيرتر هني وهني. الحين احنا شو يبغى؟ لنا انسيرترز بس. والامور طيبة، خليني اطلب من الاسير يبغى انسيرترز من هناك. احنا مسويين انسيرتر سريع بوكس ان تاتش كامل هني. خلنا نشيل البوكس واحد، خلهم ينتجوا مشكلتهم. ها وصل 50 اصلا، قريب قريبا ان شاء الله. مش محتاج انه يسوي ستاك مليون انا، لكن انزل. الحين اللي راح يستوي راح تستوي العملية الجانبية وشو و جانبية اصدقائي يعني من فوق بيجي انتاج، مليان بهني بيجي انتاج، وها بيوزع كل مكان. ممكن اسوي بالعكس ترى من تحت بعد، طب بسوي هذا اندر جراوند بني بواحد ثاني بالطريقة هاي. يعني ممكن الواحد اوكي خلينا ندور نسوي شيء في بحث عسكري. قنابل، شوف الحين بيمرون بعض بشكل شبكة على فكرة، فكل حد بيحصل، لا تخافون. هاي الطريقة متخرهاش المية. اوكي مني بحث علمي هني، خلاص امور تستوي لكم في اللبن. مش محتاج اوصلهم بكل جهة يعني، لكن زين بسويهم انا بالطريقة هاي. كان عندي كمية صح، انا شليت من الحزام اللي اذكر اني شليت هذا. اوكي خلي احط لهم انا بعد من البحث العلمي العسكري. طيب نشوف شو ناقصنا الانتاج هني. شوف المكان كبير عجيب، مكان جميل الصراحة. انا بسوي شيء ثاني بعد، اجيب هذا هني حطي هني والنيب. ما اعرف الفلتر انسرتر شو بيشل الصراحة، من صدق ما بيكون في فلتر انسرتر هني. فشو بسوي؟ كنت باخذ شوي رصاص، لكن ممكن اخذ الطريقة العادية او ممكن اسوي لانتاج، لان اصلا هذا الخط بكبرة عبارة عن تاج رصاص وقنابل مش اكثر. يحتاج شيء ثاني؟ شوفوا انتو يمكن يحتاج شيء ثاني انا ما اعرفه. اوكي ما يحتاج شيء ثاني صح. فشو رايكم لما نحكي عن نشتغل على الشغل نفسه، اني بلنا بلو برنت، نشيل هذا اللاين الطريقة هاي ونحط هني حق انتاجي انا العسكري. بيكون تحت البترول مو مشكلة عادي، تحت البترول تحت البترول، بس نبغى اللوجيستيك تشين يوصل. تعال اللوجيستيك تشين تبغى كهرباء، بيوصلون الكهرباء لا تخافوا.
الحين شو قلنا؟ اوكي هني الترتيب، هني الترتيب. في بعد اسويهم اسرع، مرور بالسبيد عندنا من هذا. اوكي يلا ما نسوي لنا شو اسمه هذا اللي داخل، شو كان هذا؟ كان ستيل اند برونز صحيح، هذا كان فحم. نجيب تو سبريترز، واحد هني زين، واحد هذا يكون هني ويكمل دربة. وسبريتر وين بيكون؟ سبريتر بيكون صوب الثاني، ونجيب هذا يكمل دربة. حلو، نجيب هذا مكان اللي مفروض يكون موجود فيه اللي هو هذا، وهذا نجيب جنبه. اوكي يكون هذا. يبدو لك هاي الشيء يسوون ينتجون منه، مفروض انه يكون هاك اللي نحتاجه. خلاص ايوه بالضبط، نجيب لك اللوجيستيك زين. وشو نقول حق صديقنا هذا؟ نقول له تعال اول شيء بالجانب هني. اوكي ما يمكن هني، نجيب فلتر انسيرتر، فلتر انسيرتر بس بس لانه بستعمل فلتر انسيرتر على فكره، مش لازم يعني، فعادي مش لازم ابدا زين. انت تشلك قنابل، اوكي ممكن كهرباء، شكرا كنترول زين. وانت تشلك رصاص احمر لين كم تعبي هالكثر، وانت لين كم تعبي مثلا هالكثر. هني بدا ينقص عنا حديد شوي على فكرة، شكله بمد خط ثاني، هذا هو نفسه بيجيب له فيه شيء ثاني شكله من هني. عندي هاي اللي هي عندي والله، خلنا نعبي له شوي، ما ينفع الوضع بالطريقة هاي، لازم نعبيه. هاي ثلاثة 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 هني. اوكي هذا هني، ما بسوي سملتنج انا، ان السملتنج شكله محتاج انتاج زايد، لكن اذا احتاج سملتنج عندي باقي الحديد ممكن استغله. اوكي هني لازم يوراني ما بتم شوي بعيد عنه. اظني حصلت المشكلة انا اصلا، المشكلة يمكن كلها هذا، لكن ما يضر نزيد الانتاج. اوكي استفدنا يعني، ما انضرينا، خلي الانتاج يزيدون مشاكل. انا لو دام بيصير بشي حد يصلحه، لان انا هناك حطيت ريبير باك في لوجيستيك بوكس على اساس انهم يجون هنا. اوكي قاعدين تجي على فكرة، اوكي دام انك قاعدين تجي امورنا طيبة. اوكي الخط مليان هني لين هني، ستاك والانتاج كامل شغال معناه ممتاز، لان الانتاج هذا مصيره شوي يوقف على فكرة يعني. هم كان بحث العلم العسكري زين. لو بغيت اشيل شيء من هاي ترى بعاني شوي على فكرة، لاني وايد زحمت المكان،
على كبر المصنع ترى بعد الواحد يتحمس شوي على فكرة يعني. خلهم يشيلوها كلها بدون الصندوق اللي فوق. لحظة خلنا نسوي لهم ستورج بوكس قريب، حرام متعنين سكون من اخر الدنيا لهني ليش؟ فحطي لي عندهم بعد مرة قريب يكون. اوكي شو ابغى انا؟ هاك ودي ريكوستر بسوي عقب، مو مشكلة على اللوجيستكس يعني، بيكون ريكوستر يطلب خشب هناك أموره تمشي. خلينا نشوف شو اللون اللي ناقصنا حق البحث هذا، شو مشكلته؟ شكل الجيش صديقنا ما لا ظهري يصير صار محتاج البنفسجي. اوكي بنفسجي شو مشكلته؟ مش قاعد ينتج. شو مشكلته؟ عنده كل شيء. الله قرر يوقف يعني بس بالطريقة هاي. مش ممكن يعني يقرر يوقف وكان الله غفورا رحيما. يعني في شيء، في مشكلة، مشكلة غريبة، لأن شكله كل شيء عنده، فوين المشكلة اللي خلته يوقف؟ أوكي ها عنده ستيل، عنده طوابيق، عنده كل شيء. أوكي وين الستيل؟ وكيف حصل الجناب هذا قاعد يتمكس؟ شو قلت لكم؟ في مشاكل تي على غفلة تبهدل الواحد على فكرة. هذا لانه وقف يسوي لنا مشاكل، كفت هذه تسوي مشاكل الصراحة. اوكي يعني احنا محتاجين منك ما توقف صديقي، محتاجين منك ابدا ما توقف، تقوم توقف لي في نص الدرب. ما تتوقف الطريقة هاي يا صديقي. زين شو بعد محتاج انت؟ يمكن يكون عندي موبا هذا. زين هذا وين يستعملونه هذا البرونز؟ اوكي خلنا ندور لين في برونز، اكيد تحت هني كان توه عند الرصاص. اوكي هذا هي. لا ما يستوي. اوكي الحين اظن هذاك بدا ينتج، بس يمكن انا قلت لكم ما بحطي سملتنج ثاني، لكن ما قام يكفي هالسملتنج الصراحة. فشو بقوم بسوي؟ بلغي هذا الخط هذا، بحط سملتنج تحت. وين صار السملتنج هذا؟ بشله من عقر إدارة. خلنا نشيل هاي الأول. زين بشيل هذا وبسوي سمنتنج حق تبو كان عندي. ممكن تحت نزل هاي هذا، خلي اليورانيوم في حالة شوي. اوكي هذا بنشله من هني، ما منه فايدة لأن النقص في السمنتنج مش في الأور، الأور فول هناك. فالمشكلة بكم
اكبرها يعني مش في هذا المشكلة، في السملتنج ما عندنا كفاية، فشو بسوي؟ بجيب هاي اوكي، بس شو ابغى اسوي من يبنونه؟ شكلي بقلب البلتس كلها هم بيبنونه، خلنا نوصل فيه لوجيستكس، احس ان بنحتاج بعض اللوجيستكس هني، احساس الله اعلم احساس، لكن بحتاج سمنترز شو اسمه اكثر على فكره. نشيل هذا من هني اوكي، بنسوي هذا بالطريقه هاي، هذا كيف بالعكس تقريبا من الوسط، اوكي ما ينفع الطريقة هاي. لحظة لحظة انا شو قاعد اسوي؟ يبالي فحم، لكن الفحم هذا احسه مستهلك ملعون خيرة، فيه هني فحم، خلنا ننزل له شو قلت لكم؟ هني الفحم صح؟ هذا هو الفحم كله زين. عندي روبوتات يعني بدل ما اقعد اشيل حبه حبه ولا اصير اجيب قنابل ولا شو اسمه، روبوتات تكفي تكفي الغلط الصراحه، عافية عليهم الصراحه. اوكي ونبقى هني، هذا بالنسبه للفحم ما اتصور بحتاج اكثر، خلاص ذا كل اللي بحتاجه. هذا هنا ما يبغى الاوفر هيد، هذا كلش وانت يا صديقي تعال نسويكم بالعكس. نسوي هذا هني. بقى شوي لفة سخيفة. لكن مو مشكلة. وهي طبعا في سبلتر. لانه بسوي بالعكس، اوف كيف انتهى به المطاف؟ نعم انها الحقيقة. نعم انها حقيقة العالم البشري، العالم اذا كان بشري اصلا. المهم اوكي الحين هذا بيروح سيدة وين؟ لصديقنا الثاني، مو عشان شيء، عشان بس يعزز انتاجه، لان هذا هذا يعزز اكثر من خط، هذا الحين قاعد يمد اكثر من خط، الحين لازم نعزز الخطوط كلها، الانتاج اساس انه يعزز خطوطه لا اكثر ولا اقل، وبيكفي نوعا ما. الحين قام ينترس شوي 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 يجمع، دام انه تشوف يتجمع معناها شيء زين ترى، على فكره شيء وايد زين وايد. اوكي هذا بالنسبه للبحث العلمي العسكري، سوينا شوي زياده الوقت قام يستوي اكثر وايد، ف افضل يعني يكون عملي اكثر بالنسبه لنا. فمشكلة نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة غير البحث العلمي العسكري، بنسوي بحوثات إن شاء الله.